بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت يا رب العالمين تجعله صعبا. إن شاء الله هذا تكملة للدرس علاقة دائرة بدائرة أخرى. دي تكملة التمرين، كنا وقفنا عند السؤال رقم 7، بقول في الشكل المقابل الزاوية ديت 40، وقفنا عند كام؟ 7. نعم. بيقول عندي هنا الزاوية دي 40، وعاوز يثبت هو المعطيات اهيت، بس عشان الزاوية دي 40 ده مناصف المعطيات على الرسم اهي واضحة. بيقول أوجد قياس ج م ه، عاوز ج م ه. طبعا دي واصلة ومنصفة للوتر، يبقى عمودية عليه، واصلة من المركز واصل للوتر لمنتصف الوتر يبقى عمودي. طيب ده خط المركزين وده الوتر المشترك يبقى كمان عمودي. 90 و90 و40 يبقى بقى 140، يبقى الزاوية ديت 140 درجة. طيب اثبت ان واو عين الخط واو عين يوازي القطعة الف باء دي، هذا اثبت. طيب ده واصل من المركز الى الممس هيكون عمودي، ودي 90 ودي 90 يبقى الاتنين بيتساووا بالتناظر، الزاوية واحد دي واتنين دي متساويتان تناظر، يبقى اذا د ب يوازي عين. السؤال التالي، في الشكل زي ما شايفين ده بيوازي ده، الاثنين دول بيوازوا بعض هما. واثبت ان ج ه بيساوي واو ه، عاوز اثبت ان ج ه القطعه الصغيره دي بتساوي د ل. تمام. ده خط المركزيه بيكون عامل ايه على الوتر المشترك؟ بينصفه. تمام، ينصفه. طيب ويكون عمود عليه كمان. تمام، ينصفه وعمود عليه. طيب هو ده بيوازي ده، يبقى الزاوية ديت بتساوي الزاوية التانية دي بالتناظر. يبقى الزاوية دي بتساوي دي بالتناظر، دي بتساوي دي تناظر. خلاص، تبقى الزاوية دي كام؟ 90. طيب يبقى إذا نون سين هينصف جيم دال اللي هو الوتر اللي فيه الزاوية دي أصبحت 90، يعني ده عمود على خط المركزين كمان، ده اللي هو المستقيم لام عمود على خط المركزين، تصبح الزاوية دي 90. طيب يبقى إذا بالنسبة للدائرة الكبرى ميم سين هينصف جيم دال، لأنه واصل هينتج عندي إن جيم دال بتساوي جيم سين، جيم سين هتساوي سين دال. دي المسألة العلاقة رقمها. في الدائرة الصغرى ميم سين واصلة من المركز عمودية، يبقى هتنصف هاء واو، هينتج ان عندي هاء سين هيساوي سين واو، دي رقم 2. تاني دول بيوازوا بعض، ده القطعة دي بتوازي الخط ده، يبقى إن عندك الزاوية ديت أصلا ده واصل من الخط المركزين بيكون عمود على الوتر المشترك، تبقى الزاوية دي بتساوي دي بالتناظر لأن هما متوازيين، تبقى دي بتساوي دي بالتناظر. أثبتت إن ميم نون عمود على جيم ده على الخط لا دي، بس اللي أنا عايز أوصل لها من موضوع التوازي، وأثبت إن ده عمودي على ميم نون. ومن هنا هيبقى لو اشتغلت على الدائرة الكبرى هيبقى نون سين عموده وصل المركز، يبقى بينصف جيم دال، ومنها تبقى جيم سين بتساوي سين دال. هنشتغل على الدائرة الصغرى، يبقى ميم سين عمودي على هاء واو وصل من المركز، يبقى هينصفها
هينتج منها هاء س بتساوي س واو. اطرح دي من دي بالطرح، هتطرح التانية من الأولى، هينتج عندك س ج بالطرح، يبقى عندي س ج هتساوي القطعة دي بتساوي هاء واو د، وهو المطلوب. السؤال بعد كده، في الشكل 10 ألف باء ب 12، كل ده 12 بديه ب6، ده 10. أوجد بالبرهان طول ميم نون، عاوز أجيب طول ميم نون، تمام كده. الدائرتان متطابقتان، يعني نصف القطر ده يساوي نصف القطر ده، يعني مثلث زي مثلث الثقيل. ده ستة، يبقى أنا عايز أجيب ألف باء عاوز أجيب ميم نون. دايرتين متطابقتين، يبقى ده كمان ب10. خط المركزين ميم ألف ميم ألف باء ب12، هو بيقول لك إن ألف باء ب12 تبقى دي 6، خلاص دي 10، يبقى أقدر أجيب الجزء ده من فيثاغورس، هيبقى ده 8 جيم نون 8 وميم جيم 8، يبقى إذا ميم نون ب16. سؤال بعد كده، دائرتان ميم ونون متقاطعتان في ألف وباء، وميم ألف بتساوي 9، وألف نون بتساوي 12، وميم نون ب15. أوجد طول ألف باء، يبقى عايزين نرسم الأول. هنخلي الرسمة دي في الآخر عشان إيه، تبقى هنجيبها، هنحل 11 و12 ونحلها بعدين. في الشكل ده عندك شكل اهو، دائرتان متطابقتان متقاطعتان في ألف وباء، حيث نقطة ج تقع على الدائرة م، نقطة د تقع وهكذا. أثبت أن ج د ألف ج ألف ج ألف د، الزاوية ج ألف د بتساوي الزاوية ج باء د، ج باء د. هناخد المثلث ألف ج باء، بنجد ان فيه ده وتر مشترك، الدائرة ده الوتر مشترك وده خط مركزين. هناخد المثلث الصغير، عندي الزاوية ده خط، ده الوتر مشترك خط المركزين بيكون عمود عليه وينصفه، يبقى ده عمودي، والزاوية دي بتساوي الضلع ده بيساوي الضلع ده، وعند الضلع ده كمان مشترك، يتطابق المثلثان وينتج ان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. نفس الطريقة في الجهة الأخرى، د ج مشترك، الزاوية دي 90، الضلع ده بيساوي ده، ينتج يتطابق المثلثان وينتج الزاوية دي زاوية زاوية، بجمع الزاويتين هينتج ان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. سؤال يعني الزاوية ج ب د بتساوي ج أ د. سؤال بعد كده، نشر شكل اهو، ده ممس، ده وتر مشترك أ ب ميم نون خط مركزين. اثبت ان قياس دال ميم نون، دال ميم نون، دال ميم نون دي بتساوي قياس جيم هاء باء، جيم هاء باء دي، ده واصل من المركز للمماس هيبقى عمودي، ده دي 90، وده خط المركزين عمودي على الوتر المشترك،
انعزاز بين الزاوية ديت بتساوي الزاوية دي، تمام. يبقى زاوية هاء والزاوية ميم في داخل الشكل الرباعي متكاملتان، دول 180. والزاوية يعني لو سميت دي واحد ودي اتنين، يبقى واحد واتنين 180، لأن في اتنين 180، واتنين وتلاتة 180. اطرح واحد من الاتنين دول، اتنين من الاتنين دول واتنين من الاتنين دول، يعني واحد واتنين، واحد زائد اتنين يساوي 180، وتلاتة زائد اتنين بتساوي 180. هنطرح ايه؟ يبقى ان عندك الف واحد بتساوي اتنين، يبقى واحد بتساوي تلاتة، يبقى الزاوية جيم هاء الف بتساوي جيم ميم واو. نرجع بقى للسؤال اللي فات اللي هو 11. دائرتان بمونون، نرسم دائرتين دائرتان بمونون متقاطعتان في ألف وباء، ومن ألف بتساوي تسعة، وألف نون بتساوي 12، ومن نون بنرسم دائرتين أول متقاطعتان في ألف وباء. دي ألف ودي باء. ميم ألف بميم، دي نون. ميم ألف بتسعة سم، ماشي. وألف نون نوصل بألف بنون، وميم بنون، عاوز ألف باء. رسم تقريبي يعني. ألف باء نون ميم. أوجد طول ألف باء. ألف نون ب ألف نون ب 12، وميم نون ب ميم نون ب 15، وميم ألف ب 9. عاوزين طول ألف باء. طيب المسألة دي فيها حاجة، أنت عايز تجيب طول ألف باء، يعني عايز أحسب على الأقل ألف هاء مثلا، دي أحسبها وأضرب في اتنين. طيب المثلث ده مفيش حاجة معلومة، الزاوية دي ما تقوليش إنها قائمة، ما أقدرش أقول إنها قائمة. طيب ده كده، طب نعمل إيه؟ أمال أعطيلي ليه الأضلاع التلاتة بتوع المثلث ده؟ أعطيهم لي ليه؟ هحاول أشوفه قائم الزاوية ولا لأ منهم بقى. يبقى ميم نون تربيع بيساوي كام؟ 15 15 225. طيب ألف ميم تربيع، بفرض إن أنا هفرض إن هو قائم، إذا ثبت إن ألف ميم تربيع زائد ألف نون تربيع بيساوي ألف باء تربيع بيساوي ميم نون تربيع، يبقى خلاص نجيب دول. ألف ميم تربيع 9 في 9 ب 81، زائد 12 في 12 144، نجمعهم 1 و 4 5 8 و 4 12 2 225، يبقى ده بيساوي مين؟ ميم نون. أصبح المثلث دوت قائم الزاوية، في إيه؟ في ألف، في ألف، يبقى ألف دي هي لأن ده الوتر، أصبح ألف دي هي 90 درجة. ألف دي بكام؟ 90. طب خلاص كده تبقى إيه؟ الربط حلها بقى إزاي؟
مش الخط ده بيكون عمودي او عمود؟ هنا هو عمود على خط المركزين، على الوتر المشترك، خط المركزين عمود على الوتر المشترك. طيب انا بقى لو عندي مثلث قائم الزاوية واسقطت من القائمة عمودة على القاعدة، يبقى اقدر اطبق نظرية اقليدس. اطبق ايه؟ نظرية اقليدس بتقول ايه؟ ان حاصل ضرب العمودي اللي انشأناه في الوتر بيساوي حاصل ضربي الضلعي الاخرين. يعني اقدر اقول الف هاء في ميم نون بتساوي الف ميم في الف نون. يعني الف هاء بتساوي دول مقسومين على ميم نون بتساوي 9 في 12 على ميم نون اللي هي 15 على 3 فالـ5 على 3 فالـ4. بألف هاء بتساوي كام؟ 9 في 4 36 على 5. ألف هاء دي ب36 على ايه؟ على 5. طيب يبقى ألف ألف ب يبقى عندنا ألف باء بتساوي دي ألف باء ب36 على 5. ألف باء بنضرب في 2 36 على 5 في 2 لأن هو طوله مضاعف. ألف باء ضرب ألف باء بتساوي 72. 2 6 12 72 على 5 7 على 5 فهل 1 باقي 2. 22 على 5 فال 4 بقى 2، ال 2 على 5 فال ايه؟ ال 4 من 10 يبقى 14 و 4 من 10 سنتيمتر. السؤال بعد كده، في الشكل المقابل دستين دائرتين متطابقتين، بس خلي بالنا من الحته دي اهم حاجه، متمستان من الخارج. اثبت ان الف باء ميم باء تمس الدائره عند نقطه، مين بقى تمس الدائرة دي عند نقطة بقى. يعني عايز اثبت ان الزاوية دي 90 درجة. طيب بتلاحظ ان هنا في الدايرة نون ان الف نون نص قطر وباء نون نص قطر، الاتنين قد بعض، ودي 60 يبقى زاويتين القاعدة 120 على 2 فيها 60. يعني ده مثلث بتساوي الاضلاع، مثلث بتساوي ايه؟ الاضلاع. طيب بتلاحظ ان اصبح عندي يعني ب الف بيساوي نص قطر، قد بيساوي نص القطر. يعني ب الف بيساوي نص قطر دي الدايره دي ميم نون، ما الدايره ميم تطابقها يعني كمان بيساوي ده كمان، لان نص قطر ده بيساوي دي عشان متطابقتين. يبقى دي بتساوي دي، الزاويه دي بتساوي ايه؟ الزاويه دي. طب عندي الزاويه دي 120 دي 60 تبقى دي 120، الاتنين دول قد بعض، تبقى كل زاوية منهم بتساوي 30، تبقى دي 30، تبقى تصبح الزاوية دي كلها بقى 96، تصبح بقى بكام؟ ب90. وبالتالي تبقى يبقى ميم بقى عمود على نون بقى، يبقى اذا ميم بقى ممس. نقول بقى ايه؟ نكتب الكلام ده في البرهان. هنقول بما ان الف باء الف نون بيساوي، بما ان الف نون بيساوي باء نون بيساوي نق، باذن مثلث الف باء نون ونقول ان هو قياس نون بيساوي 90 درجة، 60 هذا مثلث متساوي الأضلاع. ألف باء نون متساوي الأضلاع، تمام. إذا زاوية ألف باء نون بتساوي 60، دي بس أنا هحتاج. وبما أن ألف باء بيساوي نق بيساوي ميم ألف، لأن الدائرتان متطابقتان، يبقى اذا المثلث ا م ب متساوي الساقين.
تساوي الساقين، تصبح الزاوية ديت، وبما أن الأول قياس ميم ألف باء تساوي 120، يبقى إذن قياس زاوية ألف باء ميم بتساوي 30 درجة، يبقى إذن قياس زاوية باء كلها بقى بتساوي 90 درجة، يبقى إذن ميم باء ممس. نشوف سؤال رقم 14، بيقول في الشكل دائرتان متمستان من الداخل عند ألف، مساحة المنطقة المظللة 550، وميم واحد ميم اتنين خط المركزين يعني بيساوي 7. أوجد مجموع طولي نصفي قطريهما، عاوز أجيب مجموع طولي نصفي قطريهما. عندنا المساحة المظللة دي بتساوي مساحة الدائرة الصغرى مطروحة من مساحة الدائرة الكبرى. طب مساحة الدائرة بتساوي ايه؟ باي ناقص تربيع. يبقى اقول، ممكن اقول باي في ناقص واحد تربيع ناقص ناقص اتنين تربيع، ده اللي هو الجزء المظلل. انا قلت باي ناقص واحد تربيع ناقص باي ناقص اتنين تربيع وخدت عامل المشترك بره، فهيديني مساحة الجزء المظلل اللي هو الأخضر ده، اللي هو كان عطولي بـ 550. يعني ناقص واحد تربيع زائد ناقص ناقص اتنين تربيع بتساوي 550 على باي، على باي، يبقى في واحد على باي. طيب باي ب22 على 7 هتبقى 22 في البسط، وفي المقام هيبقى في 7 على 11، فالاتنين على 11 فالـ50، الاتنين فالواحد، الاتنين فالـ25، يبقى ده بيساوي 25 في 7. تمام كده، خليها زمايل. طيب انا عندي ميم واحد ميم اتنين اللي هو ده للدايرتين المتمستان من الداخل، مش بتساوي فرق الفرقين نصفي القطر. يبقى انا عندي ميم واحد ميم اتنين اللي هي بتساوي ناق واحد ناقص ناق اتنين بيساوي كام؟ 7. خلي دي المسألة رقم واحد. تعال بقى نرجع لبقية المسألة اللي عندي دي، مش عندي ناق واحد ناق اتنين، ودي فرق بين مربعين، يبقى اقدر اقول ناق واحد ناقص ناق اتنين في ناق واحد زائد ناق اتنين، حللتها هي فرق بين مربعين بتساوي 25 في 7. هنشيل ناق واحد وناق اتنين ونحط مكانها مين؟ 7. نشيل مكانها نحط 7، يبقى 7 في ناق واحد زائد ناق اتنين بتساوي 25 في 7. على 7 في الواحد، على 7 في الواحد، يبقى مجموع نصفي القطر بيساوي 25. تمام. شوف السؤال اللي بعد كده، إذا كان ألف باء 3 سنتي، نسيب لكم بعض الأسئلة حلوة، الفيديو هيطول. إذا كان ألف باء 3 سنتي ورسمت دائرة مركزها النقطة ألف وتمر بالنقطة باء ودائرة أخرى مركزها النقطة ألف النقطة باء وتمر بالنقطة ألف، لاحظ حاجة كده، شوف الدائرة الأولى مركزها ألف تمر بباء، التانية مركزها باء وتمر بألف، يعني دائرتين هيبقوا نصفي قطريهما هو نفسه. دي دايرة ودي دايرة قد ده مركز
هناخد بقى الدايرة دي اهي نخليها تمر بالمركز، والتانية برضو الحمراء هتمر بمركز كده، دايرتين متطابقتين اكيد. طيب وبعد كده اذا تقطعت الدائرتان في جيم دال، قطعهم في جيم وفي دال، فاوجد هتقطعه هنا جيم ده تألف دي بقى فأوجد قياس زاوية ألف جيم بقى، عاوز أجيب قياس زاوية ألف جيم بقى دي، ألف جيم بقى طبعا الخط ده هيبقى عمودي، دي ألف دي بقى قياس عاوز ألف جيم بقى، ألف جيم بقى عاوزين طول وطن مشترك. بتلاحظ ان في عندك دهوت نص قطر، ده نص قطر، الاتنين متساويان، وده نص قطر كله متساوي. طيب يبقى اذا انا عايز اجيب الف جيم باء، الف جيم باء بتساوي 60 درجة، تمام. طيب عايزين بقى نجيب طول وتر مشترك اللي هو الف باء، هو الف باء الوتر المشترك اللي هو جيم دال، عاوزين نجيب طول بقى اكيد دوت عمودي، ودي 60 تبقى دي 30. لو انا قلت جا 30 جتا بقى او جتا 30 بتساوي المجاور اللي هو هنسميه جيم هاء مثلا، جيم هاء على الوتر، الوتر اللي هو الف جيم. جتا 60 بتساوي ايه؟ 1/2، جتا 60 بتساوي نص، جتا 60 ديت، جتا 30 عايز جتا 30، جتا 30 بتساوي المجاور على الوتر، جتا 30 بتساوي ايه؟ جذر 3/2. يبقى جذر 3/2 بتساوي جيم ه ج ه ج المطلوب على 3 اللي هو ألف ج. يعني ه ج بتساوي 3 جذر 3/2، تمام. دي ه ج. طب انا عايز ه د كلها، يبقى ه د بتساوي اضرب ده في 2، 3 جذر 3/2 في 2 يساوي 3 جذر 3. شوف بقى السؤال في الصفحة دي بيقول ايه، يدرس الشكل ثم اجب في ميمو نقول في شكل مقابل دوت طول نصي قطريهما 8 و6، طيب دائرتين
ميم ب 8 نص قطر وده ب 6 وسمساط، سمساط دي كلها ب 4 دي كلها بكام؟ ب 4 من هنا لهنا 4. طيب سين سين صاد بس دي ب 4 تمام. طيب شوف داية سين صاد دي لما يكون ب 4 مش نون صاد ب 6 يبقى دي ب 2 ودي ب 4 ودي ب 4 ب 8 يبقى دي كمان ب 4 يبقى أنا عرفت حاجة تانية. أكمل صاد ميم، صاد ميم 4 جيم جيم سين هتبقى 6 زائد 2 8 جيم صاد، احنا جبنا جيم سين جيم صاد عبارة عن قطر طوالي اهوت ب 12 زائد 4 16. هل محيط المثلث ألف نون ميم المثلث ده بيساوي طول جيم دال؟ هنشوف. انا عندي دي ب 4 ب 8 وديت ب 6 6 و 8 و10 يبقى 24 ده محيط المثلث. طب ادي 6 وادي 8 وادي 10 يبقى بيساوي دي 28. فصلنا مقياس زاوية نون الف ميم، نون الف نون الف نون الف ميم الزاوية دي قياسها بيساوي كام؟ أنا عندي ده 6 وده 8 وده 10 هنثبت من فيثاغورس إنها هي قائمة. 100 6 في 6 في 6 و 36 و 64 مجموعهم 100 يبقى فعلا قائم 90 درجة. أوجد مساحة المثلث نون ألف ميم، ما هو مساحته بتساوي القاعدة في الارتفاع، القاعدة ب 6 والارتفاع 8 نصهم بقى 6 في 2 في نص في 8 ب 3 في 8 24. ما طول الوتر المشترك؟ الوتر المشترك ده طوله بكام؟ بنحسبه بقى. انا عندي ده اهو، نفترض ان دي كده هو نص الوتر، مش دي 90 وجاي من زاوية 90، اقدر اطبق اقليدس اقول ولتكن نص تسمي ديت هاء مثلا يبقى الف هاء، مش الف هاء في سين ميم بتساوي 6 بتساوي الف نون في الف ميم يبقى بتساوي 6 في 8 على 10 6 في 8 48 48 على 10 يعني 4 و8 من 10 يبقى ألف باء كله يساوي 2 في 8 ب 16 2 في 4 يبقى 9 و6 من 10. طيب دي آخر حاجة. في مستوى متعامد رسمت دائرة، دائرتان ميمانون طولي نصفي قطريهما 6 وحدة و4 وحدة على الترتيب، بين وضع كل منهما بالنسبة للأخرى للأخرى في الحالتين. أدي ميم وأدي نون، أنا أجيب البعد بينهم وأشوف أقارنه بأنصاف الأقطار. دائرتان إحداث متعامد واحدة بأربعة وواحدة بإيه؟ بستة. ده أنصاف الأقطار. أنا هجيب البعد من مين؟ ميم نون الأول بتساوي الجذر التربيعي فرق سينات التربيع -4 -5 -9 9 81 +8 (سالب في سالب بموجب) يبقى 8 و4 12 1244 بيساوي 1 و4 5 2 و8 2 و1 1 و2 = 25. ده مين؟ ميم نون، ميم نون ب 25
طيب دي 6 ودي 4، دي ب 15، دي 15 دي 6 و4 مجموعهم 12، يبقى دول متباعدتان بنفس الطريقة. هنحسب البعد ده م من هون في الحالة التانية بتساوي الجذر التربيعي 2 على 6 في 4 في التربيع ب 16، 1 زائد 2 ب 3 9، يبقى جذر 25 بيساوي 5، 1 6 و1 4 يبقى الفرق بينهم 5، الفرق بينهم 3، 2 ومجموعهم 8، ودي 5 في النص، يبقى دي ايه؟ دول داخلتان، الاتنين دول داخلتان متداخلتان، يعني واحدة جوه التاني. في مستوى احداثي متعامد، اذا كانت الدائرتان متقطعتان في الف وباء حيث الف وباء فاوجد معادلة م ن. طيب في متقاطعتان فين؟ في الف وباء الدايرتين، وده الف باء اهوت، عاوز معادلة م ن. م ن اللي هو خط المركزين، بيكون عمودي على الوتر المشترك، يعني ادي خط المركزين وادي الوتر المشترك. طيب علشان اجيب معادلة الخط المركزين بنجيب ايه؟ بجيب الصورة العامة لها. الاول اجيب الصورة العامة ازاي؟ اقول هي اصلا اسمها الصاد، بتساوي ميم في سين زائد جيم. طيب الميم بايه؟ نحسبها، نحسبها منين؟ دي العمودي، انا عايز معادلة الخط ده، اما ده العمودي اللي هو فيه الف وباء. طيب اجيب ميل العمود الاول، ميل العمود بيساوي 0 وسالب 4، سالب 4 على 2، فرق الصادات على فرق السينات، 3 موجب 1 ب 4، 3 موجب 1 فرق 1 سالب في سالب موجب 4 بيساوي 1. يبقى معادلة الميل، معادلة الخط، ميل الخط اللي هو ميل للخط المطلوب بيساوي 1 على الميل ده، سالب 1 على الميل، يبقى ب سالب 1 على 1 بسالب 1، يبقى معادلة الخط أصبحت سالب 1 س سالب س زائد ج. عايز بقى أحسب ج، عشان أحسب ج أنا عايز نقطة يمر بها الخط. أنا عندي الطرفين بتوع دي، ده اقدر اجيب النقطة المنتصف لانه هو بينصف، اجيب المنتصف تبقى هي دي النقطة اللي هيمر بها الخط. طب نقطة المنتصف تيجي ازاي؟ تطرح دول على 2 يبقى نقطة المنتصف لألف باء بتساوي 0 سالب سالب موجب 4 على 2، 3 سالب في سالب 1 يبقى 4 على 2 بتساوي 2 على 2، دي نقطة المنتصف بتساوي مجموع على 2 مجموع، مش شيء. نقطة المنتصف دي بتساوي 0 سالب 4 بسالب 4 على 2 بسالب 2، سالب 4 على 2، ودي 3 سالب 1 ب2 على 2 بتساوي سالب 2 و1. دي النقطة دي بيمر بها بقى الخط، النقطة دي بيمر الخط. نقعد بقى في المعادلة الأصلية دي، تديني ص، هنشيل ص ونحط سالب 2، نقعد بيه هنا في المعادلة، بتساوي س م زائد س بواحد، والميل، والميل بسالب 1 يبقى سالب 1، نعوض بقى في المعادلة هنا، سالب 1 زائد ج، 1 بتيجي هنا يبقى ج بيساوي سالب 1، يبقى أصبحت المعادلة ص بتساوي سالب س سالب ج. نفس الطريقة بقى
بتحل المسألة دي. اسمه دالتين متمستان هنا في الشكل دوت. هنسيب التمارين ديت مع لاختبار التراكمي التمرينين بتوعنا متفوقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.